محمد السادس يوشح الأسود بأوسمة رفيعة. توم بريس، سلام الله عليكم. استقبل الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد يومه الثلاثاء بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم بعد أدائهم المتميز في كأس العالم فيفا قطر 2022. ويعكس هذا الاستقبال العناية السامية التي ما فتئ الملك يحيط بها الشباب والاهتمام الخاص الذي يوليه لقطاع الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا، ويأتي إثر الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني الذي تمكن من بلوغ الدور النصف النهائي في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية في نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العالمية. وخلال هذا الحفل وشح الملك رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع ومدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي واللاعبين الذين كانوا مرفوقين بأمهاتهم بأوسمة ملكية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.